بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي واسم شركاء تقنية ليفا العالمية، هناك شركات في جدة في مجال البيئة ومجال الاستشارات الهندسية، وأيضا شركات في ماليزيا استشارية في مجال الطاقة وتصميمات منتجات البيئة أو منتجات المباني الخضراء، ونحن نتشرف بخدمة المجتمعات والمباني الاجتماعية مثل المساجد والمدارس وأيضا مباني الشركات في هذه الصناعة التي تعتبر تقنية القرن لمنتجات جودة نقاء تكييف جنة مباني خضراء. ونرجو من الجميع أن يستفيد من هذا الكتالوج. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الرسالة الترحيبية هناك تنويه. معلومات الاتصال موجودة في هذا الفيديو، وليس هناك داعي لتكريرها، لكن حتى يستفيد أو تستفيد جميع شرائح المجتمع من هذا الكتالوج، نذكر أن هذا الكتالوج هو منتجات صناعية. أي منتجات صناعية هناك ما يسمى إمدادات السوق أو سلسلة إمدادات السوق supply chain. أريد أن أوضح سلسلة إمدادات السوق. يعني موجود في جدة شركة للبيئة، هي تقريبا أي طلب يعني تتأكد منه، وهذه الشركة هي المصرحة للمنتج إنه طابق مواصفات البيئة فيما يخص جودة نقاء تكييف، أسميناها جنة مبانينا، يعني كل المنتجات لتعديل تصحيح مشكلة داخل المباني وليس خارج المباني. فالمنتج L3C اسميناه اللي هو ليفا، تقنية ليفا، وهي ملك للكتالوج. هذا جميع منتجات التقنية ملك للكتالوج، تقنية ليفا. وال3C هي كورونا كاتشر كتالوج، يعني منتجات حتى الكتالوج نفسه منتج. فعندنا L3C يعني منتجات جنة مبانينا، وهذا للتوضيح. أما الكتالوج يكون كتالوج مستمر، وهو للتوضيح للمجتمع. وكما قلنا الكتالوج نفسه منتج، لأنه من يريد أن يدخل في سلسلة التوريد يجب أنه يحدد المجال سلسلة التوريد، يعني أي صناعة لها سلسلة توريد. ونذكر إنه هذه الصناعة يعني ممكن يطلب نظام معين بمواصفات معينة يكون توريده بعد سنة مثلا أو بعد 6 شهور، طبعا ما حنتعدى سنة ولا حينقص عن 6 شهور، لأنه هذه ليست أي تقنية، ليست يسموها shelf items، ما هي أشياء موجودة نأخذها، هي تصنع حسب الطلب. هنا نقطة مهمة، حتى لو كان الصين، طبعا مصانع الصين مشاركة، يعني الطلبات يتم تصميمها في ماليزيا ثم ترسل للصين ثم تعود من الصين، لأن مباني الصين سريعة،
تعود من الصين إلى ماليزيا، تختبر في ماليزيا ثم تأتي إلى جدة لإعادة التوريد وإعادة التصدير. يعني ماليزيا للتصميم والتأكد من التصميم، اللي هي في كوالالمبور تحت إشراف شركة بيتس ديزاين، وتحت إشراف الاتحاد الهندسي بين ليفا وتقنية ليفا اللي هي في جدة، وبين شركة ميجا جاتي أو أكاديمية ميجا جاتي في ماليزيا للتصميم. يعني ممكن نتعاون مع الأكاديمية للتصميم ونتعاون مع ماليزيا، لأنه عندنا شركات أصلا في ماليزيا للمنتجات. هناك منتجات الماء من الطاقة الشمسية، من الهواء بدون استخدام الكهرباء، وشركة التوريد. يعني هناك أي مصنع، أي صناعة، يعني أي جهة تطلب، لازم تطلب من شركات البيئة وعميد شركات البيئة في جدة شريك من شركائها. يعني أول شركة أو أقوى شركة في البيئة في السعودية. الأكاديمية للتصميم. ونتعاون مع ماليزيا لأنه عندنا شركات أصلا في ماليزيا للمنتجات. هناك منتجات الماء من الطاقة الشمسية، من الهواء بدون استخدام الكهرباء. وشركة التوريد، يعني هناك أي مصنع، أي صناعة، يعني أي جهة تطلب، لازم تطلب من شركات البيئة وعميد شركات البيئة في جدة شريك من شركائها. يعني أول شركة أو أقوى شركة في البيئة في السعودية. طبعا شركة البيئة هذه هي للاعتماد البيئي في العالم. يعني أي طلب من أي مكان يجي يمر، طبعا أول شيء يجي للسكرتير شريف جمال، ثم يمر على شركة البيئة، ثم يمر على التصميم، ثم يمر على ماليزيا، يعني ثم طلب من الصين، ثم من يختبر في ماليزيا، ثم يعاد إلى جدة، ثم يصدر من جدة. يعني كمان هناك مصنع تجميع في جدة، زي مصانع التكييف، يعني هي كلها تجميع في جدة. وهذه الصناعة، يعني الكتالوج مسؤول للعمر الافتراضي لايف سايكل، يعني بمعنى لعشرين سنة، حتى مسؤول عن، لأن هناك أجهزة لقياس مستوى التلوث ووجود الكورونا وكذا وكذا، بقياس مثلا مستوى ثاني أكسيد الكربون. فإذا يعني هناك كمان إشراف أو نقل للقياسات ومستوى ثاني أكسيد الكربون متواصل يوميا عن طريق الكاميرات اللي هي ديتكشن موشن، اللي هي تتابع الحركة في الغرف وكذا، تشتغل على طول الكاميرات، ويراقب من المصنع أو من الصناعة أو من جدة أو كذا أو من مصر، من الكنترول روم تراقب النتائج، ويعطى تقرير للمبنى إنه في هناك خطر، في خلل في الأجهزة، في كذا، باستخدام الأجهزة اللي هي موجودة في الكتالوج، التحكم في جودة نقاء تكييف. وأيضا قلنا جنة تكييف اللي هي مربوطة بشفط كورونا، أيضا كمان شفط شركاء كورونا اللي هي موجودة على طول، الغازات الـ VOC المنبعثة من الأثاث ومن البويات ومن كذا، برضه سامة، ومن المطهرات في المبنى. هذه كلها مواد كيميائية، يعني منظفات ننظف المبنى تضر الجسم في جو التكييف. وأيضا الأجهزة تشفط هذه الملوثات، وأيضا البكتيريا والفيروسات أو البكتيريا والأشياء التي تسبب الأكزيما، هذه صعب التخلص منها، برضو تشفطها، لأن الأكزيما مرض، يعني أجمع الأطباء إنه ما له علاج، لكن هو له علاج إنك أنت إذا قطعت السبب،
لأن السبب موجود في الفرش. الأكزيما مثلا نشبهها بالكورونا، تطيح على الفراش بس ما تسوي، تدخل في الصدر، تجي في الجلد وتسبب الأكزيما، وكلها تسبب نقص الأكسجين. فهذه رسالتي للجميع، الجميع يستفيد، يعني حتى الكتالوج يعتبر منتج تعليمي لمن يريد انه يكون يعني تاجر تفرقة مثلا، لأنه أي صناعة فيها مصنع، تجار جملة وتجار تفرقة، حتى تصل الصناعة